السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سبت بداية أسبوع جديد من الشغل. لموا في سيارات في البيع. إيش ما عندك إيش؟ شن ما عندك جبلنا ونحنا ناخذ. عندك مجموعة نجون تفرجوا عليها. عندك سيارتين ثلاثة جيب لنا للباركي ونحنا نشروا منك بما يرضي الله. وأعرف أسعار سياراتك ولا سعر سيارتك قريب من أسعار بتاعتنا. ونظافة حديثك نفس نظافة السلوفان اللي نحن نبيعه فيه. كلمنا ينجوك يجينا عندنا واحد بس يبارك وما نتعبوكش بك. الشنطة فاضية يا ونيس بتاع الفاتيح اللي بنعبوها وريا لهم ناس شنطة ونيسة فاضية بنعبوها. ناس يجوا يقولوا ان برايميكو يعرض عنده في حديد ونيس يقولها في حديد. شنو الكلام هذا؟ ما اللي قال والله المتابعين والناس والشعب. اي واحد يقول لك برايميكو رنيت عليه قلت له نبي نعرض سيارة وانا خليتها منه وعرفتها يجيبها ليا. ولا اي حد يقول حطيت سياره عند برايميكو باعها ليا يجيبها ليا ويقابلني له. وكان طلع كلامه مظبوط وحق النعمه طاهره. هات ياخذ مني سياره هديه مش فشاكه لكن الحمد لله رب العالمين. كلامي مسؤول عليه ونبيعوا فرزاتنا بس ما نبيعوش فرزات حد وما نشاركوش في حد وما ناخذوش على الحديد بالابيض على حد. كله نجو نعدو على ترابيزة وبعركنا ونعقو في المارشة ونعدو. يعلم ربي معاملتنا وما رناش مرازة ما نشاورش في البابا والماما وفاتينا علقنا عديد عاد رنوا عليك نجو كله على إجراء بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديما طيبين وربي يحفظكم وانتظرونا الأيام الجاية وقاعدين نلموا في حديد ولمينا مجموعة ومازال أخرى قاعدين نلموا. إيش ما عندك إيش 5 10 20 30 15 ايش ما عندك هات. كان عقول كان تو قامنا على الصفحه وقاعدين في الباركي ومتواجدين ورن علينا ولا دزلنا على الواتس. شوفوا الحديث عندك. السلام عليكم ورحمه الله.